منتجعات بدروم في تركيا. طبعا المنتجع مره حلو، ولكن الناس اللي تسبح والناس اللي تطلع تبغى تشمس، لكن حنا يعني سمران ولا نعتقد نحتاج شمس، جلودنا الشمس خلقه. ولكن يعني حلو مره، يعني منتجع كذا تجلس مساء كذا في العصر، بس حلوه تعتبر حلوه. لكن الجو حار مره الان، يعني 22 جولاي صراحه. بيني وبينك فتحت الويندو الان عشان اصور، لهيب سموم، اعوذ بالله، سموم تذكرني بسموم الرياض صراحه. ما ادري عشان وجود البحر او المباني او، بس انه سموم جدا، في شوي هواء ولكن سموم. اترككم مع المناظر الحلوه دي، فعلا هي مناظر حلوه. صور واحد ياخذ له شقه فوق كذا، يمكن المناطق اللي فوق في الجبل ابرد، ولكن اكثر منتجعات قريبه من البحر.